خلاص صار تريد بلاش يا جماعة، هدية ب700 كذا جبت راسها، وهي تبي 11000 كانت. اعلن في الجرايد يا ولد اعلن، ابو رفتبل نيور بارتنر شيب وذ مدري وش اسم هذيك، روح اعلن يا مدير. خلاص كذا الهابينس عسل، روح انشر في الجريدة قصة على الشعب. الحين شوف ريكوست اللايكلي، ليه اللايكلي يا بنت الصينية ليه؟ اوفر جفت ايش؟ وارد كلير هانت ثريتن بيمنت 50000، ما عندي 50000 او بتعلن الحرب علي. جلسة تهددني العجوز. في طريقة انك تطلب منهم التريد، ان يكونون حليفين معي بالتريد، اوصلهم لهذه النقطة. ايوه يا ريتني دافع 9000. هذه موجودة، هذه من وين جت؟ نفس اللون حقي ولا هذا وردي؟ ايكونومي، هذا الايكونومي عندها 6. ايش ال 21؟ اوف ميلتري 21. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ حلو. ليدي ماركت هانت اوفرز يو كولكت كويست ب 4000. I shall be waiting. ايش الكويست؟ تنتظرني اصلا. I still believe the Jorgensen Trust would be of interest to Her Majesty the Queen. طيب يا اخي فيش بور كونديشن، انا وياها سالب 2 سالب 2، هذه 3 بور كونديشن. امبروف اوفر تايم، اوكي العلاقه تحسنت مع انه ما صار بيني وبينها اي شيء. اها هذه الاتفاقيه، اوكي نتفق معها. اكشن فلاتر، اوه امدحها. اوفر جفت اماونت 700، هذه كانت تريد ب 11000 اتذكر، خلنا نعطيها جفت ب 700. شانس اوف سكسس هاي، كان ميديوم. طيب هذه شانس ميديوم هاي. الحين خلنا ريكوست تريد. هو وار، ايوه كذا الناس يتحاربون. نعلن الحرب بكم؟ ما ادري انا ايش جالس اعطيها ترى، والله ما اعرف ايش جالس اعطيها، شيء مو بفلوس. المهم انه ريكوست تريد خلاص عاد. ايوه ايوه هذا يريد يعلنها في الجرايد. خلاص صار تريد بلاش يا جماعة، هدية ب700 كذا جبت راسها، وهي تبي 11000 كانت. اعلن في الجرايد يا ولد اعلن في الجرايد، ابو رفت بالنيور بارتنر شيب وذ مدري وش اسم هذيك، روح اعلن يا مدير. اريد اسوي فيك نيوز بدل هذا. ايوه وهذا فيك نيوز بعد عشان يزيد الهابينس، لان هذا الخبر يعني لا يزيد ولا ينقص، لكن هذا الخبر خلاص كذا الهابينس عسل، روح انشر في الجريده قصه على الشعب. العب على الشعب معها. ايش بطاط؟ تبيع بطاط؟ لا هي تريد بطاط وسوسج، يمديني ابيع لها سوسج، بكثر السوسج. وهذه اسمع، ليه ما كلهم نعطيهم هدايا؟ زين لا مش من هنا، كان عجبني الوضع والله، عجبني الوضع. مخرج 16 كذا من الأزمة المالية. هذه ولا هذه يا جماعة؟ العجوز هذه ناوي معها. دقيقة، أي واحد أقل جيش معه؟ هذه 21. أوف 109. لا هذه لازم نعطيها، لازم نمدحها. So sweet, like sugar of lead. So sweet. وشوف وجهها. طيب كيف الحين خلاص ضبطها؟ Unlikely. An explosion in one of your factories. مرة ثانية. A good servant to the empire. What a quaint observation. لسه معصبة. والله شايفة نفسها هذه، شايفة نفسها.
so brave and so many lives saved. ماله. The fire has been vanquished. Request trade, request non-aggression pact. I traveled the world with my father. Oh, لمدة 5 ساعات كذا هدنة. But he'd be glad to see my chance of success zero. صفر اني انجح بالتريد معاها. طيب هذه ميديوم هاي نعطيها هدية هذه ونجيب راسها خلاص. خلاص الحين شوف وين هذا ريكوست اللايكلي. ليه اللايكلي يا بنت الصينية ليه اوفر جفت ايش وار ديكلير هانت ثريتن بيمنت 50,000. ما عندي 50,000 او بتعلن الحرب علي. جلسة تهددني العجوز. The moon is full, my prey. لا 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 الحرب. أنا جالس. War is declared on us. قلبي ما يتحمل أنا اليوم. أشوفكم على خير يا جماعة الخير في الحلقة الجاية. السلام عليكم. إيش المصيبة هذه اللي علي؟ سبيشال إديشن جريدة سبيشال إديشن. War declared on us. العجيز هذه تهجم علي وانا اللي داخل اللعبة عشان اجلدهم. لا 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 لا. المشكلة انها قريبة مني ولا هذه سفن الحرب. يا ولد الوقت ليه سريع. هد اللعبة بطل الوقت. هذه تعال خلنا ندور على حليف. طيب انتظرين نجمع فلوس و ما ندفع 50,000 قدر الله وما شاء فعل. ايش اسوي ما عندي دفاعات. تاخرت كثير بالدفاعات. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ايش اسوي الحين ضاعت علومي كلها. حرب يا جماعه حرب. ها يمدي وابن فاكتوري صفر مع اني بنيته المبنى هذا. ما بنيته والله. بدري وين اللي اعلنت الحرب جاية بالطريق ولا ايش وضعها؟ شكلها بعيدة. طيب اصبر انت. حتى الخريطة انكشفت كذا. هذا بيتمن. هذا ادوارد وهذه الصينية. طيب العجيز هذه كون مكانها. دقيقة خلنا من الاتشيفمنت. الله شوف جيشها يا رجل. انا جيشي كم حتى ما ينضغط علي. جيش صفر. ايش اللي جيشي كم؟ طيب اسمعي انت ليه ما تجين شو اسمه ذا request aliens ما ادري ايش اسمها very unlikely. طيب بعد الهديه offer gift 800 ها gift. يلا all proceeds go directly to the trust. الله يسلمك. طيب ايش رايك الحين unlikely برضه ما راح يجونك احد يعني. خلنا نعطي هذه gift. جالس نوزع قفتات وانا متدهور وانا في جيش مقبل علي جالس ادور لي على اخوي. ريكوست تريد رايتس ها perhaps there is another path. 9000 اقول توكل على الله. سادنس والله وجهه استغفر الله العظيم. يا 9000 يا طيب ها You're positively positive. طيب ايش رايك ها خلنا نحاول معها. لو chance of success لو يعني يتحسن نخليه medium بس ما اتوقع كذا ورا بعض ينفع. خلنا نرجع لها بعد شوي قبل ما ادري الجيش وصلني ولا لسه. هذا every ship needs a stiff rudder. ايش تريد انت ايش تريد ما هو وقتك. طيب نشوف المخزن هل جاب لنا شيء من ال ايوه. اعزائي المشاهدين اول سلاح اول مدفعيه فالجزيره والجيش قد مقبل علي متاخر. طيب وين السفن الحربيه سريع تحتاج 7
لازم كل شوي نتبع ايش الشغلات اللي يبونها. المدرسة ليش مش فل؟ والمدرسة هذه يمكن ما توصل لأماكن كلها، مع انها قريبة على الكل يعني، ما اعرف والله. ها الجيش وصل. والله اني مربوش يا جماعة الخير، والله اني مربوش، علومي ضاعت. طيب خلنا نشغل الخشابين وكذا لان الوضع خلاص 14000. نرجع لصناعاتنا. الفلاحين فلوها. نرجع لشغلنا الطبيعي. صابون 68 حلو، يعني بيع اذا زاد على 40 او اذا زاد على 30. حلو حلو جميل. غير الصابون كنا نريد شيء ثاني بس نسيت وشو. اي صح الشراب، هم كانوا يريدون الوركرز يريدون الشراب. البير جرين فارم اللي هو عندي اوريدي هوب فارم. دقيقة 13 ومات. ونعطيه البريد. كيف البريد اذا زايد؟ عسل بريد زايد. وين البريد؟ اي والله البريد زايد بكثير. فخلاص ايش 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 في انفجار في واحدة من الفاكتوريز. ديسترويد بيلدينج، لا اله الله. طيب ما حد شاف البريد. اخر شيء عند البيكري، البيكري اللي هو هذا، راح اطفي واحد منهم. Like you said we could. ايوه خذوا لكم بريك واشتغلوا هنا. اوه هذا يباله فيلد. احتاجون فارمرز. نعطيهم فارمرز عشان يشتغلون في المكان هذاك، ونعطيهم رود. خلاص، او ان ننقص الفارمرز في اماكن ثانية. ايش الشغلات اللي ما نحتاج فارمر فيها؟ الجهة اللي فوق هذه كلها طافية، تقريبا كلها طافية اللي هو الصوف. راح اوقف الفارمرز من هنا. هذا وركر ولا فارمر؟ هذا وركر. لا اذا وركر خله يشتغل، وركرز خلهم يشتغلون. اما الفارمرز اللي هم تقريبا هنا، هذا 76 هذا 7. اوكي طفيت هذا وبطفي هذا، وبرضه هذا 80 وهذا 66. راح اطفي هذا، راح اطفي هذا. طيب حلوين كذا، مفروض اكون وفرت الفارمرز اللي احتاجهم بالضبط، وبنفس الوقت خلصت الوركرز وش يبون اللي هو الشراب، بس للحين ما توفر. الفش في نقص، الوركرز برضو يريدون فش. ف ويرهاوس. اوه نسيت ما وصل الطريق. طيب هذا الويرهاوس جاكم. خلاص الحين الفش بيسبب لي نقص، لكن كم عامل موجود؟ 25 عامل عشان اصطياد السمك. في وركرز كثير ما يشتغلون. ايوه رجعنا بالسالب. يلا على بابك يا كريم. بس وضعي ماشي تماما. اشوف الفاير ستيشن الظاهر انه قليل عندي. اندر اتاك، كان سمعت اندر اتاك اعلنت الحرب عليها. ايوه وصلت سفني، وصلت النحشة. حشروني في زاوية. السفينة هذه ايش تسوي؟ لا فجروها. نيو تريد راوت.
ship was destroyed. معلن الحرب علي يعني ما اقدر ابني. بس كويس انها ما تهدم مباني. حطت لي سفينتين هنا. محتل العالم. محتل العالم. عليه. عليه يا العجيز. والله واحتلونا يا الربع. والله واحتلونا. الحمد لله ضبطنا وضعنا المادي اما بالنسبة للحرب. راح ان شاء الله اضبطها بعدين العجيز هذه ونتفاهم معها. المشكلة هذا متى احترق المبنى؟ لا تكون هي فجرته. لا تكون هي فجرته. المدافع 8 صاروا عندي. والله شكلها انها تفجر في المباني هذا. ايوه وين السفينة الثانية؟ ايوه شوف قربت قربت. ايوه ايوه. ما عليه اذا تتقدم هذا ما عليه. ايوه. لا لا كملي كملي. ها لفت لفت اعطتهم امر ثاني. لا حول ولا سلام. شكلها بترجع تهدم ذا المبنى. هو اللي طلع لي الستيل اللي احتاجه للمدافع هذه. طيب خلنا نشوف السفن الحربية الحين وش تحتاج. ايوه حلوين كل شيء متوفر. نقدر نطلع سفينة واحدة بس في 3 دقائق بس بتيجي وتهدمها. كم تاخذ 3 دقائق؟ طلع يا مدير اصنع السفينة. شوف جالسين يصنعونها. بس لازم على طول اللي بعدها تكون جاهزة. الستيل مثل ما تشوفون هذا 2 فاحتاج واحدة ثانية. انا احتاج 5 زيادة والاشرعة احتاج 10 اشرعة زيادة. فلازم اني اشغل الاشرعة. وين الاشرعة كانت هنا. طيب تحتاج ووركرز فشي كويس. اوكي احتاج ابيع الشغلات اللي زايدة عندي. احتاج ابيع الشغلات اللي زايدة عندي بس مش عارف كيف اصرفها. البرد ما اريد ابيع منه خله زي ما هو. الصابون برضو ما ودي ابيع. ما ادري اذا احد يشتري لان اللي حواليني هذولا اذا احتاجوا شيء بعد سنة يمكن يجونك ويمكن ما يجونك. خلنا نشوف السفن هذه وين راحت. ايوه رجعت. يعني الحين انا ما بقت لي ولا سفينة ولا الا والله بقت لي سفينة واحدة. شردها يا ولد شردها. هذه حق تريد وحاط فيها ايتم بعد. سل شيب بكم؟ انا اقدر استكشف فيها العالم هذه بس برضو لو تلاحظون في قراصنة في الاماكن هذه. لو رحت بحصل قراصنة وطير علي السفينة يفجرونها. خبرني هنا هذه شغلات مهمة. Quests requirement no longer. Okay. Newspaper waiting for your approval. خلنا نسوي لها edit. نسوي لها edit عشان السعادة أهم شيء. Happiness ناقص 5 وهذا ناقص. Are you sure? Of course you're sure. أكذب على الشعب. فعلا أكذب على الشعب. ايوه السفينة جاهزة. السفينة جاهزة. بالله هذه الحربية اللي ناوي احارب فيها. اويلي انا. والله ولا تسوي شيء هذه. وين اللي بعدها؟ اللوك كونديشن ارتست. هل يمديني اسوي ابجريد الحين للارتست؟ والله يمدي يا جماعة. والله يمدي. والله يمدي. ايش هذا؟ ميسنج جودز ميسنج جودز. طيب اوكي. رجعنا لسالب 200. نشيك على سعادتهم مرة ثانية. هذا اللي في البداية كان. طيب اوكي. ليه حزين هذا ايش فيه؟ ليكم ما في عمال. لا الوضع تمام. عشان زاد الفارمرز يمكن لازم نزيد لنا مزرعة من هذا. اللي هو اسمها بوتيتو فارم. بوتيتو فارم. دقيقة. وين المخزن؟ نشوف إذا في بطاط في المخزن فيكون كفاية. لا والله في نقص البطاط فلازم نزيد لنا مزرعة بطاط صغيرة كذا.
ولا نسويها من الجهة الثانية، يعني نسوي لنا رود كذا مثلا. المشكلة هذا هذا كم؟ 57. أسحب عليه، خلنا نسوي مزرعة الطماط من وراء، نسوي لها كوبي في 30 ثانية، وهذا برضه في 30 ثانية. نلفها من الجهة هذه. وين الشارع حقه؟ أتوقع كذا. حلوين كذا، نكون خلصنا واحدة من مشاكلهم اللي هو الشراب والباب. الباب أنا باني واحد، وين الباب اللي بانيه؟ هذا باب ولا إيش هذا؟ هذا ماركت. لا تقول باب جنب ماركت هناك. أوكي يا أخي دقيقة، لو ضغط عليه يبين إن الكل مشمول، ولكن مش كفاية الظاهر. ريديوست 30%. طيب خلنا نبني لهم واحد ثاني. عندي خشب، عندي خشب. أوكي أيوة ضبطنا الوضع تمام تمام. الحين ننتقل للوركرز اللي هو أغلب سكاني من الوركرز تقريبا. أي والله 1400 لازم نسعدهم هذا. يا ولد أنا سويت لهم البير، وين البير؟ بسم الله أنا وين بنيت البير؟ أي هذا هو، علمني هذا هو. Missing goods. We lack the requisite materials. Malt. Look busy, people. ما في grain. Hold the machines. ليه ما في grain؟ الgrain وين يروح؟ البيكري طافي. هذا يحول grain إلى flour. الله يخرب بيتك. معليش يا جماعة، والله معليش، الحين بيشتغلون. طيب يا الله الفهاوة، كان بيحسن وضعي كثير البير هذا، والله كان بيحسن وضعي كثير. والمدرسة ليه 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 ريديوس ما يصلون؟ طيب هذا لا، هنا المدرسة فل. طيب ليه ما نجيب المدرسة مثلا في النص هنا، لأن أغلب الوركرز في هالمكان، ليه باني المدرسة هناك؟ خلنا نسوي هذا كذا. أمدي والله المدرسة ضخمة، وش نسوي؟ من اللي يحتاج كنيسة؟ الوركرز ما يحتاجون كنيسة، حتى الكنيسة مساحتها كبيرة. طيب هذا يجي هنا. مدرسة وكنيسة يجون جنب بعض؟ ما يجي يا صاحبي. طيب مؤقتا راح احطها هنا، بس نفس الشيء هذا البعيد راح يكون ناقص عنده. ما ينفع ما ينفع. لازم نهدم شوية بيوت من هنا. طيب هذا اللي هنا مثلا مدرسة فل، وهذا اللي هنا مدرسة قليلة شوي. ليه ما نبني مدرستين؟ المدرسة الثانية تكون 6500. يا رجال ابن، معي الموارد، معي موارد 25 20. حديد عندي عندي، روح ابن. واحدة هنا واحدة هنا، لأن أغلبهم وركرز فأحتاج سعادتهم ضروري. مش الحين مش الحين، الترتيب خلها بعدين. هل هو ناقص كثير؟ والله فل. لا التعليم عندهم فل الحمد لله، ما بنيته. لسه يشتكون من هذا رغم اني بنيت لهم واحد ثاني. كيف nowhere to take it؟ هذا ايش؟ No warehouse in the range. طيب هذا الويرهاوس. اي خدمات ثانية؟ المشكلة هذه راح تنحل حق الفارمرز، كل شيء مية مية تمام. طيب الوركرز، البير راح تنحل مع الوقت، المدرسة برضه ناقصة. طيب نرجع للمشنات الحين، نقول بلدة تريد اونيون.
تريد اونيون اللي طيب خلنا نبني هنا مع اني ما اعرف هذا فاير ستيشن يا ولد. وين التريد اونيون؟ هذا هو. لازم نحل الموقع هذا. خلنا نشوف تريد اونيون وش نقدر نسوي فيه. فيه مبنى هنا يكلفني 200 مينتيننس. هذا الاثنين لازم نحط عندهم شو اسمه هذا الاونيون. يا ولد النغمة هذه دليل ان في شيء كذا غلط صاير. ايوه فاير ستيشن يا فاير ستيشن تكفى. مو هو بعيد عليكم يا اخي مو هو بعيد عليكم. هذا فاير ستيشن وهذا فاير ستيشن وش اسوي لكم اكثر؟ يا ريتني ما حركته. بس انهم طلعوا صح؟ اي وصلوا حلو كفو. اتوقع اثنين فاير ستيشن ما يكفي لازم اني ازيد. الوضع يبالي تضبيط والله. المدينة هذه لازم اضبطها قبل لا اروح للارتست. لازم اني اضبط المربع هذا كامل. فلوسي وصلت تقريبا 7000 وشي. طيب الكلية اتوقع لازم نوقفه. خلاص الله يعطيكم العافية شكرا. خل الفلوس شوية تزيد كذا نقدر نقول تغلبنا على موضوع الفقر 800. بس هذه ما زالت محتلتني. والسفن خلنا نشوف موضوع السفن نسيت موضوعه. ارتست ريجيت شيب اوف ذا لاين. واو هذا الثلاثه يفتحون في نفس الوقت جميل. على فكره هذه الحربيه على اساس يعني مو الحربيه اقصد يعني فيها اسلحه. دمج بير سكند 21 في الثانيه الوحده يدمجون 21 ف وكثره السفن ترى مش لصالحي لانهم ياخذون 25 في كل ثانية يمكن او في كل دقيقة ما اعرف. فراح ينقص علي رويال تاكسز 364. اتوقع خلاص بداية الحلقة الجاية ان شاء الله راح ابدا احط الارتست وابدا في العالم الثالث من اللعبة اللي هو الارتست مثل ما يسمونه تاير 3 او تير 3 تقريبا. اشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة الجاية. لا تنسون اللايك وتكتبوا لي في الكومنت اي اقتراحات او اي استفسارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.